ايه ده في ايه؟ انا هندي مع قصات ابراهيم شيطان خط السيده جيزه، ولاد الحلقه قالوا لي راكب عربيه انت والواد طاعون، والعربيه تلزمني يا اما رقبتك تلزمني. طب الدخله دي مش حلوه يا هندي، انت في بطن البقره بلد المليون راجل، يعني تقعد وتاخد واجبك ويتعمل معاك الصح لحد الاخر وترجع باللي يلزمك. واجب الاوتومبيل، العربيه فين يا ابراهيم؟ الموضوع ده ما يخصنيش، ده يخص طاعون. روح يا سكن دهل فرقه انا خد يا سكن. العربية فين يا ابراهيم؟ ما قلنا ما يخصنيش، روح يا ده سكن دهل. يا بنتي الرطوبة هتاكل عظمك، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده انت مين؟ انا على مهلك. قومي انت اللي مين يا اختي؟ انت اللي مين؟ انت بعيدي. هي كورية زمانك؟ نعم يا اسطى. شكرا. اسمعني انا هايدي. هي هايدي هانم خير ان شاء الله؟ كورية عملت لك حاجه تاني ولا ايه؟ ما عملت ليش حاجه. قولي له قولي له جيب لي بس يتوسع يشيل منها التوم، تومنا كيلو. حصل مذبحه كبيره في المنطقه اللي انت جايبني فيها دي، وفي واحد ذبحوه بسيف كبير في وسط الشارع. مذبحه كيف يعني؟ ومين ده اللي قتلوه؟ الراجل اسمه ايه ده؟ خطيب اسمها ايه دي؟ ابراهيم خطيب كوريا اللي احنا سلمنا عليه ده. يا ست هايدي نامي وتغطي كويس، اذا كنت قلقانة ولا حاجة دي كوابيس، غيري مكان نومتك وحتبقى زين ان شاء الله. انا شفتهم بعيني، شفت الدم بعيني، دبحوه قدام الناس كلها قتلوه. وبعدين انا قاعدة مع الست المجنونة دي وخايفة قوي، تعالى وخلصني. مجنونة؟ كان لما ينططك ويعفرتك انت وعيلتك كلها. قال انا مجنونه ايه؟ طب بقول لك ايه، خليكي مطرحك، اوعي تفتحي الباب لسندس لحسن تهرب منك في اي حته، وانا هتصل بسوكا بالتلفون وافهم منه كل حاجه، وخليكي مطرحك. جايلنا منين دي؟ انا تقولي عليا مجنونه يا بنت الغلس؟ بس اسكت. بس بدك اكبر قبتك. انت بتعملي ايه؟ طمني يا دكتور. ربنا يطمن قلبك. الجرح كان عميق ونزف دم كتير قوي، احنا عملنا له عمليه وحطيناه تحت الملاحظه، وان شاء الله يبقى كويس. ادعوا له يا رب. حرام عليك يا ابراهيم، لا تمرمط نفسك مع الاشكال دي بس، لا انت شبههم ولا هم شبهك. ويا ما قلت لك اهي ناخد حته ارض في ايها صحراء ونبعد عن الشر ونغنيه. استفدت انا ايه تروح مني في شربة مية كده؟ توجع قلبي عليك كده يا ابراهيم. بس ربنا يأمري بالسلامة يا اخت كوريا، وانا هدعيله في صلاة الجمعة ان شاء الله. زعليش نفسك يا كوريا يا بنتي، ربنا عمره ما يجعل غلابة ابدا. يا رب يا رب، انا ماليش غيرك. ما انت عارف. يلطف يا رب، يلطف يا رب. علش يا حبيبتي، قوم يا كوريا، قوم روحي انت قعدي مع خالتك سندس وبنت خالتك جمالات. ايه وانا وسوكا حنبات مع هيمة هنيه للصبح، وحبقى اطمنك بالتليفون. قوم روح. فين يا خالي؟ اقطع دراعي من هنا، المكان جوزها الفقر ده وسبب في كل اللي احنا فيه ده. ما كنا قاعدين في امان الله لا بينا ولا عليه، من ساعه ما رجلها تحت خطة البيت واحنا المصايب نازل تلف علينا بالتقيل. هذا المرار الطافح. ما اقول لك ايه، انا مقدر حالتك يا بنت الناس، مقدر حالتك. تعبانه هاي، تعبانه كوريا. بقول لك ايه، ما هي بنت اختي زي ما انت بنت اختي بالظبط، وهي مزنوقه والمزنوق لازم نقف جنبيه. اقف جنبها انت براحتك،
انا خلاص ما قعدتش طايقه اروح اشوفها في البيت. يا حرق قلبي عليك يا ابراهيم، كان مكتوب لنا فين كل ده؟ اهدى يا ست، اهدى يا ست، ربنا يجاوبهولك يجاوبهولنا كلنا بالسلامه. وبعدين ما تزعقيش صوتك عالي، الناس عيانه. يا اللي بطن البقره كلها عايشه بحسك يا ابراهيم، يا اللي ما تطلعش منك العيبه ابدا يا ابراهيم. انتي بتنوحي على ايه يا وش البومه انتي؟ ثم انت اللي جايبك هنا اساسا؟ ليكي فيه ايه عشان تنوحي كل ده؟ ما انت لو ريكي راجل مش متجوزه قفص ما كانش واحد سمع لك حس. اهدي حس، اهدي، الناس عيانه، الناس تعبانه، اهدي. هو انا خايف. خلاص يا بنت، خلاص يا كوريا. يا كفره انا جعانه، يلا هتروح النار. يلا يلا يا سيدي. يا كفره وكلوني يا كفره انا جعانه. اتفضلي يا سوس، ما لقيتش غير المكرونه دي. كوريا قافله على كل حاجه جوه. شوف النمليه، خد اهو ده كان في النمليه دي مكرونه حلوه كليها. مين؟ انا، انا موسوكا يا جماله، تفتحي ما تخافيش. ثواني ثواني. السلام عليكم. اهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. ازيك يا سندس؟ يوب، مين جاب الغرب ده؟ ايه دي جمالات عامله لك اكل حلو اهوت وجميل. لا اوعي يا اختي، دي هتاخده مني. لا ما تخافيش ما تخافيش، كلي 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 يا حبيبي. دي حراميه. انا حراميه؟ معلش يا تونت، سوري. لا انت ذنبك ايه؟ هي يعني اللي غلبانه ومخها طائق منها. لكن انت بيتهيأ لي كده انك بقالك كتير قوي ما شفتيش خالتك سندس. فعلا، عشان انا يعني سافرت من كتير، بقالي كتير كنت مسافره. السفر يا عيني على السفر. انت عارفه انا عمري ما سافرت، بس اسمع يعني بالسمع كده هوت انه هو غربه، وغربه صعبه ومره. مره قوي، مره فعلا. قولي لي، هو انت سافرتي قبل حادثه سندس ولا بعديها؟ بصي انا الصراحه مش فاكره، عشان انا سافرت من وانا صغيره، كان عندي 17 سنه. ياه، ده انت سافرتي وانت صغيره قوي قبل الحادثه بزمان. ده هي الحادثه كانت يمكن من 7-8 سنين. يا عيني، بيتها واولادها وجوزها كلهم، النار النار كلتها. غراب، غراب طالل من وشها بقى القمر ده هوت غراب. طب كولي كولي. بس انت عارفه والله العظيم دي رحمه من ربنا. علشان ربنا يرحمها من الحزن والزعل على ولادها وعلى جوزها، اخد يا عيني عقلها وطيره وساب جسمها في الارض. بس عارفه تحسي كده هوت ان هي ممكن تكون عايشه معاهم بعقلها هناك. سعد ابني مال. يا حبيبتي ابنك. يا قلبي اسم الله عليك. سعد بيحب البيض. بيحب البيض؟ وانت في ايه؟ انا لقيتهم كلهم راحوا المستشفى وسابوكي لوحدك، قلت ايه اطلع اقعد معاكي شويه عشان اسليكي يعني، واخد بخاطرك واخد بحسك، عشان انت غلبانه بتصعبي عليا والله. اصلا انا عشريه، عشريه قوي 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 يعني. ميرسي، متشكره قوي يا تامر. شكرا. بس انا بقى عرفتي يعني يا عيني كمان انك عندك شويه ظروف. هي ايه خير؟ هو اصلا انا لما كنت في الخليج زمان يعني من وانا صغيره اتجوزت راجل، بس هو طيب قوي، الله يرحمه، توفى خلاص. لا اله الا الله، الله يرحمه ويحسن اليه. هي الدنيا كده اهو. والله الكويس بيمشي وبيتكل على الله. وبعدين احكي لي. ولاده بقى حرموني من الورث وجابوني هنا على مصر يعني، وبس جيت هنا خلاص. يا ولاد الكلب، يا ولاد الحرام. وبعدين كملي يا حبيبتي. مفيش خلاص، خلصت. هي دي الظروف. هي دي كل الظروف؟ طيب استأذن انا بقى عشان اكلم الواد ابني على التلفون علشان يطمني على الواد ابراهيم والبنت كوريا. اصل انا بقى ايه، قلت هما فيهم البركه يعملوا كل حاجه. الغراب ماشي. الغراب ماشي يعني، هو الغراب هتنيته قاعد لك. كلي يا حبيبتي كلي. يلا سلام عليك. سلام عليك. سلامه. اتفضلي. قولي لي، انا في سؤال كده محيرني. يعني انت بتقولي انك قعدتي 17 سنه هناك في قلب البلد دهيت. وبعدين المفروض انك تطرطوني زيهم، لكن انت ما بتطرطونيش زيهم. ده اللي بيروح السعوديه يعمل عمره بيرجع يرطن، اللي بيروح الكويت شهرين يرجع يرطن. اللي يقولك اشتبغي وش حالك
وحياك الله. ليه ما بتقولي زيهم؟ أصلاً يعني أصلاً من كتر عمايلهم فيا فخلاص كرهتهم، فما بقتش عايزة أتكلم زيهم. فما أيوة كده فطنيني. سلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. سلام عليكم. وش سيرة لكوريا كوريا كوريا؟ ألف سلامة عليك يا هيل. ألف سلامة عليك إبراهيم ولدي. الحمد لله المرة دي جت سليمة. بركة في كوريا يا عم شكري، هي اللي جريت بيها على المستشفى قبل ما دمي يتصفى. ما تقولش كده يا هيل، وانا لازمتي ايه من غيرك بس؟ الله 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 الله، قاعدين في الكازر بالليل اجيب لكم جزازتين بحليب تشربوه وانتوا قاعدين. يوم يا خال بقى. بس انت ليه بقى يا هيل ما قلتش للحكومة اللي كانت واقفة دلوقتي على الواد ابن الحرام اللي عمل عاملته السودة دي؟ يا عم شكري احنا حواراتنا مننا فينا، الحكومة ملهاش دعوة. النهاردة عندي بكرة عنده، والشارع بيحكم الكل يا عم شكري. ايوه الو. ايوه حاضر حاضر جاي على طول. مع السلامة. مع السلامة. في سلامة عليك ابراهيم يا ولدي. الحمد لله اني اطمنت عليك. معلش هسيبكم عشان ورايا مشوار مهم. حق الله سؤال غير. ماشي. سلام يا خال. مالكش حاجه وحشه يا عم؟ متشكرين يا خال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك يا استاذ ابراهيم. الله يسلمك. يبقى خلي بالك من نفسك، الناس دي بتحبك قوي. ربنا يخليك يا ابله. مش عارف من غيرك كنا عملنا ايه. ما نمتش امبارح والله، طول الليل معانا والله. ربنا يخليك لينا يا ابو هجر، زي ما بيقولوا ملك الرحمه. والله ملكة الرحمه. طول عمرك رايقه سوكا وبتقضي. انت اسمك سوكا؟ لا انا اسمي سوكا الحلواني، وفي البطاقه اسمي سيد. بس الحلواني دي مش الشغله بتاعتي، انا شغلتي الحقيقه مطرب شعبي، ومن الاخر بقى كده مش مرتبط. طب الحمد لله على سلامتك يا استاذ ابراهيم، ولو احتجت اي حاجه انده عليا بس. شاكرين يا اختي، ربنا يخليك. وانا حكيت ولا ايه؟ وانت هتفضل مدب مع البنات كده على طول؟ ما كنت تطلع دبلتين وتشبكها بالمره، كسفت البيت.